والآن إلى أبرز ما جاء في بعض الصحف لليوم، وأبدأ من صحيفة الشرق الأوسط حيث كتب محمد شقير طبخة عون الحكومية الأولوية لتأليفها قبل تكليف رئيسها. يفترض أن تحال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على التقاعد وتتحول تلقائيا إلى حكومة تصريف أعمال مع إجراء الانتخابات النيابية غدا الأحد وانتهاء ولاية البرلمان الحالي في 21 من أيار المقبل، وإنجاز مراسم وداعها في جلسة لمجلس الوزراء تعقد الخميس المقبل، ما يفتح الباب أمام السؤال عن الخطوة السياسية التي تلي انعقادها والمتعلقة بدعوة الرئيس ميشيل عون النواب لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة العتيدة. فرئيس الجمهورية لا يملك الخيار الذي يتيح له الالتفاف على توجيه الدعوة لإجراء الاستشارات النيابية، لأنه سيدخل في مواجهة مع البرلمان المنتخب تؤدي إلى حشره في الزاوية، ولن يكون في وسعه أن يبتدع الذرائع لتبرير تريثه بعدم الدعوة بصرف النظر عن ميزان القوى الذي سينبثق عن الانتخابات التي يمكن أن تحمل مفاجآت قد لا تبدل من حصول محور الممانعة بقيادة حزب الله، كما تقول مصادره على أكثرية نيابية مريحة في ضوء ما يتردد بأن الحزب يتمتع بفائض القوى الذي يسمح له بتعويم حليفه التيار الوطني الحر بمنحه هبة نيابية هي كناية عن عدد من المقاعد في الدوائر الانتخابية حيث الغلبة للصوت الشيعي. يبدو أن المعارضة منبثقة عن الانتخابات أكانت تقليدية أو تغييرية، إضافة إلى تلك المتمثلة بتيار المستقبل بعد عزوف زعيمه الرئيس سعد الحريري عن خوض الانتخابات، لن تتصرف منذ الآن على أنها ستتناغم مع دعوة نصر الله لتشكيل حكومة سياسية بغياب حد أدنى من التفاهم حول أبرز النقاط التي تبقي الاشتباك مفتوحا، إضافة إلى أنها ليست في وارد تعويم العهد القوي مع اقتراب انتهاء ولايته. كما أن إحجام المعارضة أو غالبيتها كما تقول مصادر عن الدخول في شراكة في حكومة يمكن أن يطغى عليها اللون الواحد سيدفع بالأكثرية النيابية للبحث عن خيارات بديلة تتجاوز أبسط الحلول بالإبقاء على حكومة تصريف الأعمال على نطاق ضيق. إن عون سيدعو لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، لكنه سيحتفظ لنفسه بالإفراج عن تشكيل الحكومة ما لم تأتي التركيبة كما يريدها باسيل، وإن كان فريقه السياسي يفضل التريث ريثما يتمكن من ربط التكليف بعملية التأليف لئلا يتهم بأنه يقدم التفاهم على التركيبة الوزارية قبل شروع عون بتحديد موعد للاستشارات. فعون بدعوته لإجراء الاستشارات يكون قد تفادى الإحراج محليا ودوليا ليطلق لاحقا يد بسيل لزرع العبوات التي تعيق ولادة الحكومة ما لم تكن له اليد الطولة بتسمية الوزراء المسيحيين، بذريعة أن المعارضة المسيحية لن تشارك فيها، وإلا يبقى الخيار الوحيد التمديد لحكومة تصريف أعمل. والآن إلى النهار وماذا كتب سمير تويني. لا تبدلات كبرى بعد الانتخابات النيابية ولبنان لا يستقطب الاهتمام الخارجي. ترى مصادر متابعة للملف اللبناني أن المرحلة المقبلة مهمة ومفصلية، فتشكيل حكومة يطالب المجتمع الدولي بتأليفها على جناح السرعة مهددا بعقوبات في حال المماطلة، ضروري وملح للغاية لأن البلد لم يعد يتحمل الاستمرار في التعطيل. وتنوه المصادر بأن الأقلية في المجلس وخصوصا النواب السياديين سيرفضون المشاركة في حكومة يفصلها حزب الله على قياسه وقياس حلفائه، والأطراف المسيحيون الآخرون على مسافة أشهر من الانتخابات الرئاسية سيرفضون المشاركة في تحكم الفريق الرئاسي باختيار الوزراء المسيحيين، لأن هذه الحكومة ستؤدي دورا مهما قبل الانتخابات الرئاسية ودورا أكبر في حال تعطيل هذه الانتخابات بسبب عدم التوافق الداخلي والخارجي على اسم الرئيس المقبل، الأمر الذي يهدد بالوقوع مرة جديدة في فراغ مؤسساتي رئاسي قد يمتد أشهرا كثيرة. تشير المصادر إلى أن الأكثرية المنبثقة من الانتخابات هذه المرة لن تتوافق فيما بينها لتسلم مقاليد الحكم، لأن في داخلها تيارات سياسية متناقضة، وتسلط حزب الله على الحكومة لن يؤدي إلى الإصلاح، إذ إن مواقفه معلنة بوضوح من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وخطة التعافي والشفافية والاستراتيجية الدفاعية إلى ما هنالك، كما أن دوره داخل حكومة
اللون الواحد سيقود الحصول على المساعدات الضرورية التي يحتاج إليها لبنان لعدم الوقوع في المحظور. وثمة مخاوف كبيرة من تطورات سلبية للأمن الاجتماعي قد تؤدي إلى فلتان يهدد السلم في البلاد. وتؤكد المصادر أن العديد من الدول الغربية والعربية التي تعول على مساعدة لبنان ماليا لتخطي أزمة الاقتصادية والاجتماعية غير مستعدة لأن تقدم إليه سوى المساعدات الإنسانية في ظل حكومة يشكل حزب الله وحلفائه العمود الفقري في تركيبتها. ويلاحظ أن ما ستفرزه الانتخابات النيابية في لبنان غدا الأحد لن يتخطى النطاق المحلي، فالدول المتابعة للملف اللبناني رصدت نتائج الانتخابات قبل انتهائها، وهي بدأت تعمل على تسهيل مسار تشكيل حكومة جديدة وتساهم في إزالة التعقيدات خوفا من الانتظار الطويل القاتل ووجوب الاستمرار بحكومة تصريف أعمال حتى انتهاء عهد الرئيس ميشيل عون وانتخاب رئيس جديد. والآن إلى الجمهورية، وماذا كتبت رنا سعارتي؟ مصرف لبنان يقترح تسديد أموال المصارف بالليرة. يبدو أن المعركة ستفتح على مصراعيها بين جمعية المصارف ومصرف لبنان، وستبدأ الدعاوى القضائية تتوالى بين الطرفين بدءا من رفض المصارف لخطة التعافي الاقتصادي التي حملتها الجزء الأكبر من الخسائر المالية، وصولا إلى الكتاب الأخير المرسل من قبل مصرف لبنان إلى جمعية المصارف والذي يطرح خيار تسديد موجودات المصارف المودعة بالدولار لدى طبعا المودعة بالدولار لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية.